الحولي 16/6/2012. البارحة تعرضت مدينة الحولي لقصف عنيف لم نشهد قبله مثل هذا القصف. طبعا استهدف المنازل، استهدف المساجد، استهدف كل شيء. نزح اثر هذا القصف آلاف من الناس. قلة من الناس وجدت أماكن تنافيها. أغلبية الناس ينامون بالشوارع الآن، بالمساجد، بالمدارس. تعالوا معي نشاهد أوضاع النازحين. شاهدوا معي أين ينام الناس. هذه هي أوضاع الناس كما ترون. نحن ندعو الآن فورا، نوجه نداء استغاثة. أهالي الحولة الآن مهجرة، قاموا بمنع دخول أي شيء إلى مدينة الحولة أو إلى هؤلاء النازحين. الناس لا تجد شيء تشربه، قاموا بقطع مياه الشرب. نوجه نداء استغاثة فورا إلى العالم أجمع، نرجوكم تحركوا لإنقاذ هؤلاء الناس. هؤلاء الآن بلا طعام، بلا مأوى. معظم الناس تدمرت منازلها إثر القصف الهمجي على مدينة الحولة. نحن نطالب الآن بالتدخل فوري لوقف هذه المجازر وهذه الانتهاكات بحق أهالي الحولة، وندعو العالم إلى إعلان مدينة الحولة منطقة منكوبة. الحولة الآن تدمر، الحولة الآن تقصف، الحولة الآن يقتل شعبها، الحولة هجر الآلاف من أبنائها. الحولة تموت. الله أكبر. أرجوكم ساعدوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.